المشكل ديالي هو ما عنديش فين نسكن وما خداماش، عندي البنيه ما سمع ما نخليها، هذه الظروف اللي عندي دابا حاليا. ما عنديش، تخطبنا انا وياه داركم ولا جدارنا صافي وما كملناش. 2022 2022 مش عارف حامله صافي وما عرفتش فين مشى دابا. كنعرف غير هو، كنعرف واحد خالته صافي اللي جات خطباتنا. عندوش عائله هو؟ عندوش والدي صافي. هادشي اللي كاين تما اختفى، ما عرفتش. خالته سولتها قالت لي ما عرفتوش فين مشى. كنت كنتخيل ود الناس وغيكمل معايا، ولكن في الاخر ما صدقش. الحساس ديالي مدمره وما بقيتش كنتاق، ومريضه دابا بزاف، نفسيتي مريضه ما دايرهاش. هو ما بغاش يعترف، ما درت والو. ايوا دابا كان ليا قص مش عرفتو واحد ربع شهور وصافي. 3 شهور الخطبه، 4 شهور المعرفه، يعني لا. كنا خدامين في يعني في نفس المدينه. يعترف غير بنته يعترف بنته ما غاسوا ولا تكملوا الزواج. لا يعترف غير بيا الله يهدي. النداء ديالي كنطلب من الناس يعاونوني غير في السكنه والمصروف. كتباتو فين كتباتي انت ولا غير في لاكار؟ في لاكار، مره في السنقه مره في لاكار كل مره. ايوا هادشي كاين، ما عندي الحليب لا ليكوش لا حضانه لا كرا لا حتى حاجه. كنعيط الناس يعاونوني باش نكري ونخلص الحضانه ومصرفت البنيه على ما نخدم. نداء المحسنين الا قدروا يساعدوني مرحبا، ما قدروش يساعدوني مرحبا، المهم غير ما يعلقوش عليا الناس عالق. الرقم ديال هاد السيده هو 07 24 78 86 70.